عبر قناة ياس الفضائية، قناة دبي ريسنج، إذاعة راس الخيمة، ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. تابعت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام شوط الإبكار، الشوط المفتوح، شوط الكاس ذهب مع جميلة الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. سلاماتنا إلى هالي جميرة وشواطي جميرة مع المالك خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وهنا أيضا رمز وبندقية ومليون درهم أيضا للإذاعة الجعادين. الشوط المفتوح وتسعيرة هجن الرياسة متواجدة. مرحبا بالجميع، مرحبا بصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة راس الخيمة. مرحبا يا أبو محمد، شرفت في هذا اليوم، شرفتنا بحضورك ومتابعتك لهذا السباق، سباق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا المهرجان السنوي في كل إمارة وفي كل ميدان، والسنة هنا في ميدان السواني حط الرحال بداية من هذا المهرجان، والسنة 13 في هذا المهرجان. مباشرة نسير مع المقدمة مع الفارس أحمد بن علي بن محمد بن واس الاجتبي متصدر قائمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، أشقر على المركز الثاني في هذه اللحظات، لكن ينخطف المترجم حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي يترجم كلمة الرفيع على أرضية هذا الميدان وعينه على البندقية بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثالث، سكر على المركز الثالث سهيل بن محمد بن ذويب العامري، وفي المركز الرابع الغزال مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الغزال بن زيتون مع هجن الرياسة اليوم يسجل أيضا مع سياف كاس في المملكة العربية السعودية في ميدان الصياهد، يهديه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وجماهير هجن الرياسة. الرمز الرابع في هذا المهرجان، الرمز الخامس في هذا المهرجان الخارجي بشعار هجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجن الرياسة في كل مكان وفي كل مناسبة. ناخذ المركز، وين وصلنا؟ إلى المركز الخامس في هذه اللحظات المرعب، سالم بن سعيد بن منانة الاجتبي، لكن ينخطف صايب ولا متعب شامس بن معتوق العامري. وصل متعب يخطف المركز الخامس في هذه اللحظات. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى شعار بنواس مع الفارس، فارس الميدان حتى هذه اللحظات أحمد بن علي بنواس الاجتبي المركز الثاني. المترجم بلقة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على المركز الثاني في هذه اللحظات. الغزال على المركز الثالث بشعار المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع متعب على المركز الرابع شامس بن معتوق العامري. المركز الخامس، نشوف اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. سكر للسيد سهيل بن محمد بن الذويب العامري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. لا زال في أسامي خلف المراكز الخمس الأوائل لها وزنها، لها ثقلها في هذا العالم، عالم سباقات الهجن. يا ما سجلت حروفا من ذهب من سن الحجايج حتى وصلت سن الإذاعة. نرجع إلى الفارس. الفارس لا زال فارس أحمد بن علي بنواس الاجتبي على المقدمة مع الفارس. المترجم على المركز الثاني الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي بقيادة
قياده المضمر الديلمو الحميدي بن سالم العمري متواجد في التضمير. ننتقل الى المركز الثالث، متعب على المركز الثالث، شامس بن معتوق العامري المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الرابع لغزال للسيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الخامس. نشوف الغدوم اللي على المركز الخامس، أربعة على المركز الخامس يتنافسا على المركز الخامس. التسلل، التسلل في هذه اللحظات على المركز الخامس، محبوب غانم بن عبيد بن غانم المزروعي، غنام بن عبيد بن غنام المزروعي مع محبوب. العام الماضي ما أخذ رمز في ختام الوذبة في شوط الانتاج، ذاهب بالرمز إلى هالي الظفرة. يا سلام، المعركة طاحنة على المقدمة. نشوف الفارس، الفارس لا زال فارس. يبقى البندقية بنواس، يبقى البندقية بن غنام، بن غنام بدأ يتسلل مع محبوب ويا حبة حبة للمنافسة وللمركز الأول، والمركز الأول، المركز الأول في هذه اللحظات. محبوب، محبوب غنام بن عبيد بن غنام المزروعي بدأ يغادر، بدأ يباعد، بدأ يمسك البندقية بيمينه. حتى هذه اللحظات على هذا الأداء المتميز الذي قدمه محبوب، سلام يا أهل الوذبة، سلام يا أهل الظفرة، سلام يا أهل العاصمة أبو ظبي على هذا الأداء المتميز الذي قدمه محبوب. الغنام بن محمد بن غنام المزروعي، غنام بن عبيد بن غنام المزروعي مع محبوب. محبوب والبندقية، البندقية يا بن غنام، البندقية في المنصة الرئيسية بهذا الأداء المتميز الذي قدمه في هذا المهرجان المتميز، مهرجان بو خالد. سلام يا بن غنام، سلام يا غنام، يا بن عبيد، يا بن غنام المزروعي، سلام يا أهل العاصمة، تهانينا على فوز محبوب بالبندقية، سلوم إلى العاصمة أبو ظبي. سلام. المركز الثاني مانع بن علي بن حماد الشامسي، المركز الثالث الفارس أحمد بن علي بن واصل الكتبي، المركز الرابع الغزال للسيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الخامس متعب للسيد شامس بن معتوق العامري. هذه النتيجة. ياهو شوط، شوط محبوب، وصلنا مرة مساية. روح روح بالبندقية وبالسلامات، تهانينا، تهانينا لمالك محبوب غنام بن عبيد بن غنام المزروعي على هذا الأداء المتميز في هذا الحضور المتميز في هذا العرض المتميز في هذا المهرجان المتميز. قاطع مسافة الستة كيلومتر في زمن وقدر. نشوف التوقيت يا مخرجنا يا المبدع دائما مع قناة ياس الفضائية حسين السيد. نشوف توقيت محبوب، ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الستة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. التوقيت 8:51.6 من الثانية. يتحطم التوقيت في هذا المساء تحت أقدام محبوب، محبوب الغانم بن عبيد غنام بن عبيد بن غنام المزروعي. يتحطم التوقيت تحت أقدام محبوب، تهانينا والناموس. والذي وصل في المركز الثاني، الذي وصل في المركز الثاني، الحذر، الحذر قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 8:51. نشوف التوقيت يا مخرجنا. المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني الحذر، هذا هو الحذر، 8:57 بالوفاء والتمام. تهانينا المانع بن علي بن حماد الشامسي، والذي وصل في المركز الثالث الفارس، وصل في المركز الثالث 8:57 جزئين من الثانية. تهانينا الحمد بن علي بن واس الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.